بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى الأستاذة عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمناسبة فوزها برئاسة إدارة جمعية الصحفيين البحرينية. عبر جلالته في البرقية عن تهاني بفوز الأستاذة عهدية أحمد برئاسة جمعية الصحفيين البحرينية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية في انتخاباتها. مشيدا بما عكست من دور مسؤول ورائد للصحافه البحرينيه والثقه العاليه في المراه البحرينيه وانجازاتها في المجال الصحفي كما هي في مختلف الميادين مجددا جلالته تهاني لمجلس اداره جمعيه الصحفيين بفوزهم بعضويه مجلس الاداره ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح